إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الوقت هو الحياة، أوقاتنا أعمارنا، أعمارنا أوقاتنا. نعيش في هذا الزمن حيث كثرت مضيعات الوقت التي لا نحصيها عددا، وكلما مرت الأيام كلما اقتربنا إلى الأجل، ولكل أجل كتاب. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذه الموت تنتظرنا جميعا. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب النفع ممن فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والموت حينما تفارق، الموت تتحقق حينما تفارق الروح الجسم، فمفارقة الروح للجسد هي الموت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت علمي بعد الباب ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك أي الدار تختار. ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. كثرت مضيعات الوقت في هذا الزمان. من أسباب ذلك التطور التكنولوجي الهائل الذي بدد الأوقات، الذي مزق العلاقات، الذي أذاع الفضائح في الناس، الذي كشف عن المستور. وقد أمرنا بالستر، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. وسبب ذلك يعود إلى الاستخدام السيء لهذه التكنولوجيا. مضيعات الوقت كثيرة، لذلك لابد أن نعلم أن الوقت هو الحياة. قال ربنا عز وجل: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، سورة إبراهيم الآية 33. وقال ربنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام الطبراني عن ابن عباس: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، من هذه الخصال عن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه. والوقت له خصائص، من أهم خصائصه
أنه لا يقبل الاكتناز، من خصائصه أنه لا يقبل التخزين، من خصائصه أنه سريع الانقضاء، من خصائصه أنه لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يورث ولا يرهن. تلك خصائص الوقت، لذلك فلننتبه إلى أن الوقت هو الحياة. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين. فإذا أدركنا بأن الوقت هو الحياة، لابد أن نكثر من الطاعات والقربات. لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يربط بين العبادات وبين الأوقات، في مثل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذ ربط بين طاعة الصلاة والوقت: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كما ربط الصيام أيضا بالوقت: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك ربط عبادة الزكاة بحولان الحول، وكذلك ربط عبادة الحج أيضا بالزمن. فرمضان أيام معدودات، والحج أشهر المعلومات. كل ذلك لننتبه إلى أهمية الوقت، لنكثر من الطاعات في هذا الزمن، في الليل والنهار. وأوقاتنا إذا ضاعت منا لن تعود، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. فإذا أدركنا ذلك فلنجتهد في استثمار أيامنا، ولا ندري متى نموت، ولكل أجل كتاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استرنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر وحسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا صلاة الجنازة بعد الصلاة. والجنازة رجل رحمه الله. استووا استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قوموا إلى صلاة الجنازة يرحمكم الله.